مباشرة ينضم إلينا الآن رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة السيد عصام مخول. أهلا بك سيدي. إذن في ظل كل ما نعيشه من مسلي الحريات، مسلي حقوق الأقليات، مسلي حقوق العمال، هل أصبح هذا اليوم، يوم الأول من أيار، يكتسب زخما أكبر، أهمية أكبر في حياتنا؟ أولاً نعم، يعني نحن نتحدث عن زخم مميز في مظاهرة أول أيار. هذه المظاهرة الجميلة، هذه المظاهرة صحيح أنها تقليدية ولكنها أكثر المظاهرات تجدداً، يعني في كل عام على مدار عشرات طويلة من السنين. يعني المظاهرة الأولى بمناسبة أول أيار في فلسطين صارت في عام 1921، يعني نتحدث عن أكثر من 100 عام، وهذا العلم الأحمر وهذه الشعارات تخفق في سماء هذا الوطن. ولذلك نحن نقول غالبا نحن نشهد المسيرات الكبرى والمظاهرات التي تكون ردا على حدث أو ردا على فعل. مظاهرة أول أيار تحمل ثقافة أخرى، تحمل رسالة أخرى، تحمل ثقافة شباب وأطفال وكبار ومسنين في الوقت نفسه، تحمل رسالة طبقة عاملة عربية ويهودية، تحمل نفس الرسائل وتحمل البديل الذي نطرحه للمجتمع كله. نحن نقول هذه المظاهرة تطرح بديلاً لنظام الحكم في إسرائيل، تطرح بديلاً للصهيونية فكرياً وسياسياً، تطرح بديلاً للتفكير الفئوي، وتطرح وتقول إن هناك ما يجمع الطبقة العاملة وما يجمع البشرية جمعاء من شعارات. يعني عندما نرفع العلم الأحمر نحن نقول إن العلم الأحمر يعكس اللون الذي المشترك لدى جميع البشر وهو لون الدم، الذي يعني قد تختلف العيون وقد تختلف البشرة في كل أنحاء العالم، ولكن في نهاية المطاف هناك شيء واحد يوحد البشرية وهو هذا العلم الأحمر. نحن نقول في النظام الرأسمالي يحاول أن يفتت القضايا ويشغلنا في قضية كهذه، مرة عنصرية، مرة هدم بيوت، مرة حوادث عمل، مرة غلاء، مرة احتلال، مرة قمع، ومرة تحريض عنصري وفاشية. ونحن نقول إن هذه الوباء، هذا الوباء بكل أشكاله هو وباء الرأسمالية، ونحن نطرح بديلا لتجاوز الرأسمالية. هذه هي الفكرة الأساسية، وأنا أعتقد أنه إذا أردنا أن يعني نصف الصفة المميزة لهذه المظاهرات هو هذا الكم الشبابي الهائل، الطلاب، طلاب المدارس الثانوية الابتدائية، طلاب الجامعات، الشبيبة الشيوعية، الشبيبة العاملة. أنا أعتقد أنه لا يوجد حدث يمثل قضايا الناس الحقيقية بكل أشكالهم، بكل أحيائهم، بكل انتماءاتهم كما هو الأول من أيار. ونحن نرى ومع أن ذلك هذه المسيرات تزداد زخما من عام إلى عام. ومع ذلك أستاذ عصام مخول، هذه المظاهرة لا نستطيع، وهذه المسيرة عفوا، لا نستطيع أن نفصلها عن السياق ربما العام والحدث الذي كان بارزا في الأيام المنصرمة، إنزال العلم الفلسطيني عن مقر الجبهة والحزب الشيوعي في مدينة الناصرة. وكذلك قال في تقرير الزميل خليل أديب، قال القيادي برهوم جرايسي إن هذه المسيرة كذلك أتت برد على هذه السياسات الإسرائيلية على إنزال العلم الفلسطيني الذي رأيناه كذلك بارزا في مسيرة الأول من أيار. نعم، أولا هذا صحيح، يعني هناك كان استفزاز فاشي، استفزاز بوليسي لم نره خلال أعوام طويلة. الاعتداء على مقر الحزب الشيوعي والجبهة في الناصرة هو ليس أمرا عابرا، اقتحام البناية وإنزال العلم هو استفزاز حقيقي، وهو استفز جميع القوى.
للتواجد عربية ويهودية للوصول إلى الناصرة والتظاهر في وجه هذه الفاشية. نحن نقول الفاشية تخشى العالم الفلسطيني، والفاشية الإسرائيلية تخشى العالم الأحمر، ولكنها أكثر ما تخشاه هو عندما يلتقي العالم الأحمر، علم الطبقة العاملة، العلم الذي يبشر بالمعركة على نظام حكم بديل، على نظام اجتماعي بديل يتجاوز الرأسمالية ويتجاوز الصهيونية ويتجاوز القمع ويتجاوز الاحتلال وعقلية الاحتلال ويتجاوز عقلية الاستغلال. نحن نقول هذه هي المعركة التي توحد جميع المعارك، هذه المعركة التي توحد جميع القضايا. وفي رأيي هذا هو العامل الأساسي في مظاهرة أول أيار الذي يعطيها زخما جديدا في كل عام. وأنا أعتقد أن يعني إذا كان هناك دعوة لكل الجمهور الواسع وخصوصا أبناء الشبيبة، هذا هو مكانكم، تعالوا وخذوا دوركم في المعركة على تغيير نظام الحكم، على تغيير النظام الاجتماعي والسياسي في إسرائيل، والنظام الرأسمالي يحاول أن يفتت القضايا. نحن نريد أن نوحدها. يعني من يعرف لعبة البازل، أنت لو أخذت قطعة من البازل لن تفهم منها شيئا، ولو أخذت قضية مفككة لن تفهم منها شيئا، ولكن فقط عندما تضع القطعة في المكان الصحيح سترى الصورة الحقيقية. وهذه الصورة الحقيقية هي صورة النظام الرأسمالي السائد في الصهيوني السائد في إسرائيل، وهذا هو النظام الذي نريد أن نغيره تغييرا ثوريا. وهي مقاربة جيدة لفهم الصورة. أشكرك جزيل الشكر رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الأستاذ عصام مخول، وعلى أمل أن يكون الأول من أيار العام المقبل بظروف تماما مختلفة لعمالنا ولشعبنا كذلك الأمر. شكرا جزيلا.